السلام عليكم. فرحان انني معكم، جمهور زوين حاضر معنا اليوم. انا عجبني واحد، عجبني مول الكرافاطه. عرفتي هذا بعدا جمهور ماشي ديالي، هذا ديال المباشره معكم. مرحبا بكم. اليوم بغيت نهضر لكم على الشهره. انا كنعرفوا ان كاين الشهره، ولكن انا شخصيا كنعيش حاجه اخرى. ما كنعيش الشهره، كنعيش في الزنقه بعض المرات الشهره. مثلا شي واحد مشهور كيقول لي كيدير تبارك الله عليك، انا اش كيقول لي؟ فين العاود؟ كاين شي قوالب ولا واد؟ ديك المره تلاقيت مع واحد كنت مع العائله، قلت غادي يتلاقاني حيت انا ستار غيقول لي شي كلمه زوينه. قال لي اخويا بغيت نسولك، هذيك الكاميرا خافيه عمر شحال الدم خلع شتك ولا شي حاجه؟ قال واحد القضيه الشهره ديالي كانت سبيسيال، خرجت عليا حيت مع الكاميرا خافيه حتى حد ما بقى كيزيق فيا. ديك المره مشيت ناخذ غير الخبز من مول الحانوت، قلت له السلام عليكم الله يخليك واحد الخبزات. قال لي اسيره قديمه هذيك. واحد النهار عاوتاني مشيت نتزوج، دخلت عند باها بات المدام، قلت ليها انا جيت طالب راه بيد بنتك. قال لي دز رمضان هذه اللقطه هذه. واللي كيسطيني هو انا مع الشهره ما بقيتش كنقدر نمشي للعزو، غير نمشي نعزي. ديك المره دخلت للعزو لقيت كلشي جالس، واحد شاف صاحبه قال لي صاحبي ترى واقيلا ما ماتش هذا. واحد لقيته تتمو غادين وهازين به ويقول لي، قال لي صاحبي صرعته كيبان ميت. واحد لقيته حتى دفنوه وسالا ويقول لي صاحبي ديري لي شي تيوم لي كيريسبيري. تبارك الله عليكم، مرحبا بكم. واحد القضيه، الشهره عاوتاني سهله ولات. يقدر واحد مثلا يصور راسو فيديو يلوحو في الانترنت ولا مشهور. كاين واحد السيد واحد الولد عجبني بزاف، تشهر في الانترنت، سميتو لو بخاسون. غير واد لو بخاسون هذا انا كنكذبش عليكم تقاتلت وبزز باش شفت مع المانجر ديالو قبل انه يحضر معنا تصفيقات على لو بخاسون. خاصو صافا شد الميكرو ديالك. انا فرحان حيت جيتي عندي اليوم. انا فرحان حيت شفتك. حلف والله سعداتي. لو خاصو حاجه بغيت نسول عليها، بغيت نشوف مع الشهره مورا الشهره كيفاش وليتي. وليتي كتحس براسك ستار؟ كيتصوروا معاك الناس؟ كتسيني لي زوتوغراف؟ لا. شنو هما لي زوتوغراف؟ ما عرفتش. بغيت نعرف من لو بخاسو شنو هما الحوايج اللي تبدلوا في حياتك من بعد الشهرة؟ من غير انك بدلتي سنانك تعرفنا انا. كنت كعمر كنتصور مع الناس، وليت دابا كنتصور معاهم. بابور ولا فلوس؟ فلوس. فلوس. شنو هما الحوايج الخايبين في الشهرة اللي ما عجبوكش قلتي؟ كيقوو عليا بحالك. ما تقومش عليها عافاكم الله يسلمك. ما تقومش على السيدة. شنو آخر؟ بتصور. بتصور الفلاش كيضر. لو بخاسون تبارك الله عليك. لو بخاسون اليوم حاضر معنا واحد النجم مغربي ولا ستاغ ديال بصح بفضل الانترنت، يعني تا هو تشهر بحالك في الانترنت. ولكن ما غنقولش لك شكون، غنكتشفوا في الفقره ديال حاجتك. ناجيتك تبارك الله عليك. الضيف ديالنا اليوم هو واحد الفنان فيه تقشاب بزاف، قشابتو اكس 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 ال. جانا من مدينه مراكش، شي لا سبعة رجال، وبالضبط من درب دباشي. اول ما بدا كان في الدرب مع واحد الجروب ديال الدقيقيه. الشهرة ديالو بدات في الانترنت مني بدا كيعزف على الآلة الموسيقية المغربية المشهورة الجميلة، سميتو فيها ثلاثة ديال الحروف ويامن. واش عرفتوا شكون معنا اليوم؟ اليوم 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 ايكو. والله الا توحشتك. شحال هذه؟ والله الا نهار كبير هذا بالله. باش تبارك الله عليك من مراكش عزيز عليك. الله يحفظك. ها هو لو بخاسون، اش تقول ليه؟ غادي نقول ليه بانه هو انسان حقيقي. تبارك الله عليك. نهار كبير هذا اللي تجمعت انا وياك هنا. نهار كبير. انت عزيز عليا. انا عزيز. عرفتي علاش؟ حيت انت واحد الانسان حقيقي.
لو فرانسون. كتعرف ايكو؟ اه. فين كتشوفو؟ كنشوفو سيدو دوزان. سيدو دوزان. انا حقيقي انا ايكو انا عمري ما فراسي كنتي كتغني في سيدي دوزان. هادي فؤادي الله قال لي. شفتاش؟ قال لي كنتي في ستوديو دوزان. شحال مرة شتيني؟ مرة. مرة. وكنت حقيقي ولا شنو غنى؟ كنت حقيقي. اش غنيت؟ تا مساطي. زيدو. كاين كاين. غنتبعك. حقيقي. الله يخوتي نسلم عليك عنقني. عنقو. شوف خاصة غادي تسلم بلاصتك مع الجمهور وغنبقى مع ايكو. مرحبا بكم. الله يبارك فيك. سي عبد الرحمن مرحبا بك. الله يبارك فيك. والله الا نهار كبير هذا جيت عندنا. لا اختك. بغيت نعرف واش ايكو ستار يعني هذه ماركه لا واش ايكو كيحس براسو نجم في المغرب؟ ومن فكرت هكو انا يعني يوقفوك الناس هذا يستني زوتوغراف التوقف كاين ديال البوليس ديال الناس وهذا ولكن ما عرفتش ما عنديش هذا الاحساس. ما عندكش احساس انك ستار؟ باقي في الطريق. انا باقي ما انت في كل ايطاج دابا؟ باقي تروازيام كاتريام سي والله الدوزيام ايطاج حيت باقي والله باقي التشهر داك البريمير هيش تقبلوني هذاك الدوزيام يسمعوني. واش بديتي ديريكت من البريمير ولا كنتي ديجا فريد شوسي؟ بديت من الارض من تحت. موانزه موانزه. ايكو غندوزو شويه المعقول. انت الشهره ديالك بدات في الانترنت شهرتي اتخافيغ الانترنت. واش هذيك الشهره كنتي حاسب ليها كنتي ضارب ليها حساب ولا داك الشيء جا غير صدفه؟ داك الشيء ما كانش في العلم ديالي. الدراري كانوا تيصوروني تنضحكوا في القهوه وهذا ولاحوا داك الشيء بلا ما يكون في خباري. تعيطوا لي قالوا لي راه شفنا واحد الفيديو ديالك هنا فهنا فهنا. مشيت نقلب لقيتهم كيقول لي هذوك لي فيديو وما فهمت والو. كان فيها خير لك؟ دابا كنت مزكي كيفاش زعما نلقى ولكن الله سبحانه وتعالى شاء وقدر انني نخرج من هذاك الباب. تبارك الله عليك. لانه بصراحه شكرا لكم هذه تنقولها من قلبي. شكرا لكم لانكم فهمتوني اش بغيت نقصد بالكوميديا ديالي او عرفتوا شنو بغيت نوصل لكم. انا غفلوني الدراري لاحوا داك الشيء. تنشكرهم حتى هما راه ساهموا في هذه الشهره باش يوريو. بغيت نعرف شنو هما الحوايج اللي تبدلوا في ايكون بعد الشهره؟ بالنسبه لداك الشيء اللي داخلي ما تبدلش. لا هضر معايا ايكو بصراحه شنو هما الحوايج. هو يا خويا تنهضر معاك بالمعقول والله ما عندي ما نخبي عليك. الصراحه راه هي كلشي. فهمتي لانه مش دابا انا ماشي ما قالش تندير داك لوغول ديال لاختيست وهذا كون جلست معاك وقلت لك دير رجل على رجل ما عنديش مشكل. تشرف في 2000 وداك الشيء هو سمعني نرفع له باش يسمع باش يسمعك في الكرسي وتنهضروا. كاين شي ناس مثلا قراب لك قالوا بان ايكو تبدل من بعد الشهر. هو مزيان صحاب مزيان هذه القضيه لان فاش ما تكونش مشهور تقدر تخرج في الزنقه بغيتي تجيب نص ديال الحليب تشري طيب وهاري مثلا ولا نص الحليب بتجيبه تقدر دير الطاق عطيني نص الحليب ترجع للدار فايضتي نص الحليب معلم. دابا الا تشرتي واش انت هو سلام كيدير تصور معك بحليبك زيد عند مول الحانوت السلام عليكم كيدير والله الا هو تتلقى الجوقه توقفوا تتصوروا معك خصك تهضر كل ساعه مع اي واحد فينا هو الجديد فينا اش درتي انا تتولي مشغول الفنان فاش تيتشهر ما تيبقاش الوقت ديالو. منين جات السميه ديال ايكو؟ ايكو جات من كنت في صغيري تنتفلى ديك اين 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 انا 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 بصح صح 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 حلف حلف فريز فريز وهي اذا سمعتها مباشره ماشي بحال دخلت عبر الاثير الاثير تتسمع لي اين 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 انا 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 وتسمت عليا ليكو. تبارك الله عليك. ايكو كون ما كانش فنان كوميدي شنو واش كنا مثلا نقدروا نشوفوه طبيب ولا مهندس؟ هو طبيب لا لا تا مهندس لا 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 كنت نكون مغني ياك كان كيعجبك الغناء من صغري وكنت حيت ما عرفتش كنت نكون اعطينا شي موال في هذا
علاش بغيتيه؟ على البياتي. على الدس. على الدس. على الضوء الماء. سير الله يلا. ما كل من داق الصباب انت مغرب. الله. ما ها ها كل من داق الصباب انت مغرم. من لم يذق طعم المحبة انت ما ها مرس. انا يا سعاد انا يا سعاد. دخل شعيبية دخل شعيبية. بحبل ودك وانت كلما استذكرك في الصباح وفي الغلس. يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي 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 بوصل فالمتيم ما اتى ناس. قالت اما يشفيك. أما أشفيك قلت لها اللقاء. قالت أشفيك بالوصال فقلت بس. فتبسمت الله يرحمه تبسمت فتبسمت. شكرا. إيكو تبارك الله كنعرفوا أن عندك بزاف ديال المعجبين وكنعرفوا بأن عندك ناس اللي ما عندهمش معك مثلا ما واش في تلاقيتي مع شي حد مثلا قال لك ايكو انت ما كتجيني باسل في طراز هذه القضيه؟ بني ما تنظن عمر شي واحد تلاقى معايا قال لي هذا ايكو ما تتكذبش عليا دابا ولا نكذب عليك مثلا في الكومنتير واش عمرك قريتي شي حد كتب انت باسل مثلا؟ هذاك الشيء كاين فاس انا ما تنقراش فاس ما يقولهاش لك زعما ما يقدرش. واش انت مامن بان عندك كاين ناس ما عندهمش معاك مثلا؟ والله عادي جدا عادي جدا جدا. شفتك بحال ما تقبلتيهاش. علاش حسيت بك بحال ما تقبلتيهاش؟ ما يمكنش. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده اعداء وساعة كان اللي هي البشر. تفيق هذا العيب. انا غنصلح واحد القضيه. ما عندناش الحق اننا نحكموا على شي واحد انه هذه الكلمه ديال الحامض بعدا كلمه على مستوى ما فهمتينيش راه ماشي لو ستيل ديالك. غادي تلاقى معايا ماشي تحقد عليا. راه كاين الانسانيه والاخلاق. نقدر انت ما تتحملنيش ونتلاقى معاك ونسلم عليك من بين الناس. تنحسبك واحد من المغاربه كاملين كفته. فهمتيني الفكره اللي بين الصوت؟ فهمتك. انا هادشي اللي بغيت نسولك واش تصادفتي مع شي حد قال لك كلمه بحال هكا مثلا ما وقعتش لك؟ لا هكا شدني سيغيو بالضحك. مثلا دايز في الزنقه قال لك واه بس داكشي كثير. تنقول لك على المعقول. كتجاوبهم؟ لا ما كتجاوبش. اش كدير؟ حضر راسك وتزيد. ما يمكنش تجاوبوا لانك صافي ولا في التعب عادي. ايكو عندي لك دابا سؤال سيغيو بغينا نشوفوا ندوزوا شويه السياسه ونعرفوا مثلا واش انت مع ولا ضد قرار منع صيد الاسماك في مدينه الرشيديه؟ اشنو هذا الشيء؟ لا واش انت مع ولا ضد القرار؟ بغاو يمنعوا صيد الاسماك في مدينه الرشيديه، واش انت مع هذا القرار ولا ضده؟ ما عرفتش والله ما عرفت. انا نقول لك الحق. تخليهم زعما عادي يديروا كل هذو اللي بغوا يصيدوا هما في الحكومه اش بغوا يصيدوا؟ بغاو يمنعوا صيد الاسماك في الرشيديه حيت قال لك قلل الحوت. وفين كاين المشكل؟ واش انت مع القرار ولا ما تناكلش انا الحوت كاع والله العظيم ما تناكلو فيا لا ليرجي. شوف ايكو عندنا واحد الروبورتاج سولنا الناس قلنا لهم واش انتوما مع ولا ضد قرار منع صيد الاسماك في مدينه الرشيديه وكان هذا هو الجواب ديالهم. انا ضد هذه الفكره هذه يعني كونسيل تريتوار ماروكا ضد الفكره منع صيد الاسماك في الرشيديه. هي منعات الصيد وحنا ما خبرناش. هو كما كتعرفوا البحر ديال الرشيديه بقيت ما بقاش فيه كاع الحوت دونك سي نورمال. الحوت موجود قلت كيسدوا على برا على حسب الحوت باش يكسر الحوت باش يكسر الحوت. الا بداو كيصيدوا غادي يقلى الحوت. فين؟ الرشيديه. فين؟ اسمع لا عاد نتاكد. لا في الرشيديه. الرشيديه ما فيهاش البحر. وانا على مدينه الرشيديه ما فيهاش البواخر الاجنبيه. المهم خاصهم يلقاو فرص شغل هذيك السياده فهمتي سينا انت هما غادي يداوهم. السياده ديال مدينه الرشيديه فوالا سينا فهمتي غادي يداوهم. كنظن الا كان بحال هكا انا ضد. السير كيكون في مدن ساحليه. شوف موضوع كبير عليا. ولا يمنعوه ولا ما يمنعوش اش مستافدينش منه المغاربه اش مستافدين منه؟ قلتي جبت الحوت ديال الرشيديه. واعر زوين. فايد ديخور؟ ايه فيه كل شيء.
انت ولا البحر شنو دخلوا في البحر ولا مازال بعدا المهم فاش يدخلوا البحر عاود تسول ما خاصش السيد تمنع من مراكش يعني نهائيا خاص يبقى الناس السيد خاص الناس عايشه والناس عايشه من البحر عايشه من ايكو اش بان لك فهاد الناس اللي قال لك خلوا السيد يستافدوا من البحر دراج كاين اللي قال لك بحر كاين البحر في الرشيديه كاع اش بان لك سافدش ولا قال لك انت كاين الفيل في المعارف اش تقول لك اش بان لك فهاد القضيه واش الناس ما عارفينش الجغرافيا ديال البلاد ولا غير الكاميرا اللي دهشتهم ولا شنو دابا كاين داك فاش تصلت على بنادم الطوء وتدوي تقول تسول تزرب عليه بالزربه لا هو ما تيفكرش في السؤال تيفكر كيفاش خصو يبان كيدير ها تيقول لك هو وتيجر شي صاحبو باش يبان معاه تيدير واحد من مورا والرشيديه الرشيديه ان شاء الله كاين بروجي غيدوزو للبحر ان شاء الله غيجيبوه من كازا مني جيتك كتسوناكو يجيبوه في المياكي ولكن الا داو البحر بالما يلقاو دوك مالين البيني وداك الشيء تا ما خصهم يمشيو ما خصهم يمشيو معاهم اذا خصنا نفرقوا بغينا نسولو ايكو بالزربه واش ايكو ولات في العياقه من بعد الشهره لا علاش ولا بلاش علاش وبلاش علاش ما مش نهضر على راسي مزيان ايكو كاين شي ناس قالوها مزيان واش انت وانا معاهم ولا ما معاهمش تماما ما يمكنش تكون فيها العياقه عرفتي علاش لماذا لانني باقي لدابا تنمشي نبات حدا امي في المدينه القديمه والدليل هو اليوم فطرت بهذاك الهبطبوط عند واحد السيده عطيتها 50 ريال ودرت لها فيها فرماجه بدرهم وكشتاتها ب 60 وكشتها شرته في باب الترب وجيت شتي الطريق وجيت لعندك عادي دوك ما كديروجيكش مثلا تمشي تاكل في شي بلايص شعبيين حيت انا اصلا سبيطار ما عنديش مشكل ايكو كنشوفوك عندك من بعد الشهره وليتي كتهلا في اللوك ديالك بزاف وليتي كتلبس مزيان كنشوفوك في دي ستيل زوينين كدوز التلفازه مبوكس واش عندك شي سي لوغونجو غوليف هذا الغزال هذا واش عندك شي ستيليست كيلبسك ولا كتقدم القرعه ايوا انتي هي داكشي جابت لي عينيا وكاين باريدا حتى هو مكلف حتى هو تيقول لي نحيدو هادي عندك شي حد مكلفك بالناس غادي نشوفوا شي تصاور ديالك عزلناهم ديال بارك الله شو تبارك الله افوغوس في الجمال اه هو الله على السلامه انا يا سلام لا 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 بزاف هادشي مين جبت هادشي ويلي 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 هاد الصورة هادي هاد الصورة ايكو اللي ما فهمتهاش كيفاش هادي ميك الصيف والشتا هاد الصورة ما فهمتهاش انا ما فهمتش قرب يدخل الربيع ما تمنش انت الخطرة قول لي اش بالك في هاد الصورة هاد هو ملعون لا على اللبس ديالك زعما اللبس ديالي كل مرة وتتسق لي على شي حاجة تنلبسها تنخمم وتنلبس هي اللبس تيكون شوية واش كتختار دي مارك معروفين ما تيهمنيش ما تيهمكش تقول لك الحقيقة صراحة السر في الساكن ماشي في اسمك هادشي انت تقول يا امي شفناك في السكيتشات ديالك كتهضر بزاف ديال اللغات واش هذوك اللغات ضبطهم ولا غنخرج فين عينك ولا غير مسطح بور موا سي شاكان ا سا مانيير دو كونسيبتوار لي شاز كيف كي زعما بدي مي جو سي با مي تي فا بور موا سي لا لونغ سي اون انا شنو هضر معايا بصح ايكو واش اللغات واش اللغات ضبطهم هذوك اللغات شنو كتهضر بالروسيه داكشي اللي كنقول بالروسيه حقيقي شدت واحد المره تقول اكيا فلينا انا شي شفري شنو في الاخبار وانا نحفظ هذوك اخباركم انا ماش قالت لي ما كتب ستيلو ما والو علاش كانوا كيهضروا اذن الله بسميك وبو خي سي لاكراس نكتابرس كي كيزلاس كابراون ودي ميستانا راديو سينيا بو شنو ربي عطو الكراز اخونا دي ماستي اكيا فلينا انا شي شفري شنو نافرنا تاكوم هادي اللي عجبتني بحال الهضر المغربيه اكيا فلينا انا شي شفري شنو نافرنا تاكوم كتبي دي فوديات مولاي تقي تقي لي ما تقدرش ايكو ايكو واش عندك شويه مع الجميله طياب لا ماشي طياب واش عندك مع الجميله الاله ديالك موسيقيه اللي بغيتي هذا في الموسيقى لا في الطياب في الموسيقى جيب لي غنجيب لك جميله دابا ماريا اعطينا جميله عفاك عفاك تكون صح او لا لا دي صغيره ماريا مخطوبه باش نقول لها فين كانت هذه الجميله على لقبتك كانت عند امي نستعملها هذه هذه امي هذيك فراسك هذه القضية غنقولها لكم حقيقية فري ما فيهاش كذوب أمي سمحي لي أنا بغيت من هنا I love you so much
نقول لك الحقيقه انا عرفت راسي وتتقول امي ديما خسرت لها كاع القوامل في صغري تدخل تلقاني راك تداك واحد الله العظيم غادي ديك الشيه شويه الحوت والله العظيم ايكو بغيناك دابا حصريا اش ندير تغني لنا وكا وكا بكامله امشي 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 بوحونا من الحلوه بوحونا من الحلوه حضاري قال لي الوالد لا بغيتي تمشي للمغرب سيري بغيت ندور تم تقيلت وانا ناكل عند مشقني امينة امينة سيقي خطط امينة بركة من البكا صندارة الميكا امينة مصر ايكو زينة البميرة هذه بعدا ماشي القميلة الغربي من موزونات لا موزونات في الجزائر وي وا ماريا الجميلة عتقينا بسم الله ما شاء الله بارك الله فيك سبحان الله سبحان الله بارك الله فيك شكرا الله يختك بالي جلس ايكو جلس ايكو جلس ايكو واش عندك مع الشاط مع كتشاطي شويه كتدخل فيسبوك دابا قبيله ديما لا واش دابا ولا فاش كنت زعما شحال هادي ولا دابا ماشي بزاف ماشي بزاف تندخل ما تنقدرش نجاوب كل شيء فهمتي تنبقى نكتب وهذا دابا ما حدك مسالي غادي نخليوك تشاطي على خاطرك عندنا واحد الفقره سميتها اونلاين غادي يطلعوا عندك دي سيليبريتي في الفيسبوك ديالك غيبغيو يشاطيو معاك خصك تجاوبهم دابا نشوفو اونلاين انا عاوز اقول لك حاجه يا ايكو انا سمعت انك قلتلي بس كل ده ما يهمنيش عشان انا عارف انه كلام الناس لا بيقدم ولا ياخر يا حبيبي عارف اشنو ممكن دير ككومونتير لجورج واسوف والله بحبك يا استاذ العظيم والله اذا انت يعني مشى لا تجاوبوا جاوبوا بايكو شنو غيقول لي ايكو قال لك قلتيه ما عجبوش الحال وكاين قال لك ما تسوقش هو يعني لا في حياتي يعني وكده وانا فرحان كثير عشان قلدت الفنان الكبير جورج واسوف هذا وفي صراحه يعني ده حب كبير عشان تقلد انسان كده وحب كبير والله العظيم ايكو بغيتك تجاوبوا انت بالمعقول بغيتك تجاوبوا ايكو وا شتي انت بالسلامة اللي كاين مارس ميرو كله حنا تنقلدوك علاش باقي فوتي نسمعوا شاكيرا اش غتقول لك استوي موي فلالا استو نو بودو سير ريجستراستي مي بون سي مي بيرميسيون غنعيط للمحامي ديالي يا بيا يا بكم وسيري عيط لي تاعنا قايل حنا ما عملناش داكشي حنا المهم درنا الكاميرا وسي الله يسهل عليك فيا هاجي بعدا حتى درت ليها انايا بالجميلة عاد شهرتيها عاد شهرتها على هي تقدر تهز جميلة تترف فيها بصراحة كاع ما تقدرش تبارك الله عليكم والله إلا تبارك الله غادي باقي لنا المهراج باقي لنا حبوباتي غادي نشوفوا حجيب يا وصيفط لك بريان يا ايكو ما جاوبتي لزيز عليا وانت والله العظيم النهار قلتيني ما بقيت لا نخدم في راسات لا يعيطوا ليا في الدار لا والو كل مره باناشيه وانت ما عرفناك واش كوميدي ولا محلابه دلومي عليك والله لا بقات فيك غزال غزال انا ما يمكنش نسمع حجيب وما تشطح لا خطير لا انا ما قلدت صوتو باش 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 مثلا تفلا ولا قلدت صوتو لانني بقيت تنسمع عليه عنده واحد الميزان كيعجبك ضرب ليا شنق لا حتى قلت انا ضربي بالله حيدي ولا بالك في الحيط وهذه ساعه مباركه باش لقينا غندوزو من حجيب عندنا حسن الفد اسمعني يا ولدي مزيان راه ماشي حيتاش بينتي كتبدا تغوفل عليا نسيتي كاع اللي دوزنا واش عقلتي على داك الدار في المدينه القديمه وديما ديما ديما اش تقول حسن 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 ما عرفت واش نقول ليه خويا ولا با ولا ما عرفتش كيف ما كنا كنهضروا الاخلاق عنده الاخلاق قبل من الفن
تربيت منه وتعلمت منه تلاقينا في 2007 وخدمت معه في شانيلي تي في، درت معه سبيكتاكل في ميغاراما في 2009 درت فيه تيتانيك ودوك الهنود، عاد من بعد هزيناهم وحطيناهم في الفيستيفال دو غير. عشت مع هذا الاب الفني، هذا هو الاب الروحي ديالك. ايه عرفتي علاش؟ لانني كنت في دار ما جالس وتنبقى نتفرج فيه ديك الساعه فاش كنت صغير وتنقول علاش ما نكونش حدا دابا هذا الشيء، انا خصني نديرو حدا انا. ومن بعد خلاني حدا من 2007 هو انا حدا، ما خرجنيش، بقى محافظ عليا ما بغاش يحطني راك. وكنت هو خايف من داك الشيء. فين حطك فيه حدا باش ما خرجكش؟ فين حطك؟ واحد سد عليا فواحد الماريو ونحضر نستامو فيه لاكا تقريبا تيما كارت ناصيون ديالو. ايكو حسن الفت قالوا لنا واحد القضيه، قالوا لنا شي مره كنتي معاه في المسرحيه ديال حسن ورباعتو. حسن ورباعتو وكان شي مره دار فيك في ريبيتيسيون وقالوا لنا ملي هضر معاك دار لك شي غومارك ما نستيش. ما تنحملش ما تنحملش ما تنحملوش يعقب عليا المرض. ما كتحملش لا كريتيكا؟ لا معويره هو ياك. هو ما تنبغيش يقول شي حاجه خايبه، تنمرض. هو كادراني الحمد لله اللي لقاني الله به، هذه حتى مرضت الوالدي. ايكو كنعرفوا ان يعني وليتي مطلوب تبارك الله في السهرات والعروض، واش ايكو باقي تخدم في العرسات؟ لا مثلا عيط لك شي حد قال لك دير لي واحد السكيت في العرس ديالي. ما هي صراحه ما كاينش كذوب. الا كان شي واحد قريب ليا وحشمت منه زعما ومشى قال لها لامي صافي ما باقيش تتعب. غادي نمشيو دابا نشوفوا واحد الروبورتاج على واحد السيد. كلنا كيفاش تشهر؟ انت تشهرتي في الانترنت، كاين اللي تشهر في التلفازه، كاين اللي تشهر في الراديو. السيد هذا تشهر غير مع الجمهور في اي برنامج كتلقاه، كتلقاه في مباشره معكم مختفون وتحقيق ما فيش الجمهور ولكن كيبان دايز. نشوفوا الروبورتاج. شكرا للجمهور الكريم، نسخر عليكم مشاهدينا الكرام. على اين اسم على. جميل والاسم ديالك اجمل يزيد، اسم عربي جميل كثير. ادريسي؟ لا ماشي محمود ادريسي. غادي نستمعوا ليه المره الثالثه. يزيد عبد الحليم؟ لا ماشي عبد الحليم، جواب ما كانش صحيح. السيد يزيد دابا الوجه الاخر ديال عبد الرؤوف انه متطوع وقد ما كتعيط عليه، وهذه الثروه اللي تراكمات من خلال الاعمال الخيريه كذلك. نعم. اولا كنشكروا القناه الثانيه. انا سعيده جدا انني متواجده في هذا المسار. سيت نستمازي غطى البرلمان يقع حق دستوري. كيفو واش تعليقك على هذا الروبورتاج؟ ما بدل التريكو حتى للصاره الخامسه. واحد الخديجه فراسك راه تيتلاقاو الناس في الزنقه وديروا لوغو راه ولا مشهور ديال بصح. دير دوزيام هنا وتصور فيها. ايكو قول لي. نعم. شي مره طلعتي سير سان مثلا وبغيتي تضحك الناس وبقيتي نص ساعه وانت كدوي وما ضحك حتى شي واحد، اشنو غدير؟ امرا طرات لي. لا الا طرات اشنو ممكن دير؟ والله الجمهور ماشي مغربي. الروسي يقدر تهضر مع الرواسه وما ما يضحكوش. وما حتى كاين واحد القضيه اخرى ربما باقي ما عرفيناش عليا، هي من باب سميتي من باب باش نعرف براسي ماشي باش. هو تندير الميم مؤخرا مشيت عند هذوك الجمعيه لي سوغمي دوزت الميجري قدامي فرحوا بيا بزاف في مراكش ومشيت درت معاهم النشيد الوطني بهذاك بالميم. تبارك الله عليك. هادشي عاد درت عرض ديالي تلميم تما. بغيتي تشوف شي بارتي نوريها لك ولكن ماشي مزيان. تشوفوا وازي ايكو نورمالمون ما كايناش نفخه ولكن غادي نلعبوا بالكاس. ايكو هبط السرسان، هبط السرسان معلم. باقي طويل غير بديا تندير الميم. تبارك الله عليك ايكو. حط الكاس.
إيكو والله العظيم إلا حنا فخورين بك زعما تبارك الله كشاب متعدد المواهب. قول لها إيكو سمعنا بأنك باقي كدير الوالدة البوطة هذا وتدير الخبز الفران وباقي كت الوالدة زكا والبارح والله إلا عمرت لها البوطة عرفتي شحال زويدة زيد جات قالت لي أنا تنسمع الله يرضي عليك تبغي الشفنج من كندا نمشي نجيبو كاينش مشكل والله يرضي عليك راه هي الطوب والله واخا تكون فنان قد الخلا الله يرضي عليك هي اللي تتهز الله يخليها لك هو على ديك على ديك على ديك راه القضيه عيطت لي في التليفون على ديك راه القضيه عيطت لي في التليفون لقيتك هز البوطه قلت لك راه سمح لي اخويا رشيد هز البوطه الكبيره على كتافي وحط لي مول الحانوت وداخل بها مع الدرب وما عارفين الدراري حتى شي واحد ما جا قال لي نهز لك عارفيني موالف تنهز البوطه لامي تنتسخر ليها تنجيب داك الشيء اللي خصني نجيبو تنجيبو فهمتي شحال من حاجه باقي زعما في دارنا تنتغدى معاه وما داخل دليل يعني تناكل داك الشيء تياكل تناكلو معاه ايكو كنعرفوا ان عندك واحد العلاقه كبيره وخاصه مع الوالده ديالك غنعطيوك الكاميرا ونخليوك في 40 ثانيه تهضر مع الوالده ديالك شنو ممكن تقول لها الله يخليها ليا وتسمح لي على داك على داكشي اللي دوزت معاه وما كرهتش نعاود نتزاد ما عرفتش تقدر ما كرهتش تزاد هي دابا ونقابلها انا باش نقدر نموت ونبقى تبقى هي تعيش من ورايا ما سخيت بهاش قصت معايا بزاف لاننا ما كبرناش في شي ظروف اللي ما كبرناش اثرياء ولا لاباس علينا كبرنا من زيرو بقيت معاها وتنحمد الله ونشكرو على حاجه واحده لانني رغم الشهره ورغم داكشي باقي معاها وما غاديش نفوتها واخا ما عطاتش يطرا واخا نتشر واخا نمشي قاعد ما عرفتين راه تنبقى ديما انا هو ذاك الولد اللي ربيتيه هو انا باقي زعما باقي ما عرفتش كيفاش ما وقفتيني جبتي لي امي ما كيكون تبارك الله عليك الله يخليها عليك الله قصت بزاف معايا عرفتي علاش لما قصت بزاف معايا وتكرفصت وبغيت نرد لها هذا الشيء وما عرفتش كيفاش نرد واش ما عرفتش اش ندير لان بغيت هذا الميساج ماشي هي اللي قلتو ماشي بغيت نقوله باش نبين انني راه تنبغي امي راه العالم تيبغي امو عافاكم ما حد والدينا باقيين في الحياه ما نهزوش عليهم يدينا نشدوا لهم خاطرهم لا امكن نبقى وحدهم نتمتعوا بالشوفان فيهم الا ما خدامش نجي نجلس حدا امي نعيش معاها شويه نشوفها نصبر ليها تخوط ما دابا انا با مات الله يرحمه ما كرهتوش انا يجي يبقى يضرب النهار كامل نبقى نشوف فيه ما سوقيش تهلاو في والدينا راه ما شي حاجه كبيره راه انا مجبور واحد السيد صاحبك كان ساكن معاك في واحد الدار في سباته ويلي 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 قال لنا بانك شهر وانت لابس السروال ديال الوالده ديالك في الدار كنت واش فري؟ كنت بعيد عليها وخدت واحد السروال دارت ديالها دارته لي فسميتو فهمتي دوك السروال ديال البرد داو الداخل اييه الغلاف الحقيقي ودرت واحد السروال سروال باشا كيقولوا لي ما عرفتش انا المهم هذاك السروال ديالها دارته لي في لافاليز ديالي ولبستو لا قالوا لنا كان عندك الشاكوش او لا فاليز وفيه الفرارج خارجين تحشت امي وهذا جاجي وانا في كازا 2004 هذيك بقيت لابس السروال ما بغيتش نحيدو اش نقول لك واحد الحاجه فيه الرضا فيه الرضا عطيت لبس السروال امك ديال وسخوان صراحه نقولها دابا شحال واحد تلقاه مزوج الا في السروال مرتها تلقاه سخوان هذوك اللي فاتوا جديد حيت العيالات تيخدموا عليهم على ذكر هذه القضيه ايكو واش ما كتفكرش تزوج هاد اليامات دابا هاد اليامات وانا قديتو شي بلان نتوما ما عرفت لا قول لينا دابا ما غاتبقاش ديما عزري تبارك الله دابا راك خدام مزيان الحمد لله كتصور زيق عندك السمعه ديالك في هاد البلاد يعني اي وحده تتمناك واش ما كتفكرش تزوج انا دابا كنسرح لك الطريق هو الزواج ماشي لعبه خصك تشوف اللي بتربي لك ولادك ماشي اللي غادي تباع بها قدام الناس وحنا ك ك ك ك ك ك ك حنا وحده مع الجمهور كديرها هاك كدير خلي لي لاكارت ناسيونال قلت لك انا ماشي اللي كيتباعوا بهم يعني. لا حيت حنا تنتزوجوا تنتزوجوا سي فغي تنتزوجوا بالحب هو الحب راه خصك تشوف واحد ليماج من هنا لقدام خصك تلقى المراه اللي تقدر تفيق الصباح وتحس بك انت راجلها ماشي تقول لك ردني لدارنا
خصك تصيق الصباح وتكون مرات تفهمك ماشي غير فهمتي تيدخلوا العلاقه الرومانسيه مع الزواج وما تيتلاقاش راه نتزوج دابا انا بشي وحده فهمتي غادي نتفلى عليها ولا تفلى عليها كنت كتسولك واحد السؤال شخصي شويه كتحب ايوا موي عرفتي علاش حيت انا الناس يقولوا لي انت شعبي تنهضر حقيقه تنهضر على فري ما كاينش ما نخبي ايكو واحد الطوموبيل ديالك مالا 160 مالا 160 بو بكره هذيك ماشي طوموبيل سبيسيال ودرتي ليها واحد لا موديفيكاسيون ودرتي واحد الدرابو المغرب الفوق والشكل ديالها عادي وري وري اوبا مدان لا الطوموبيل ديالك الصراحه عجبتنا بزاف ماشي هادي لا ماشي هادي هذا الموتور هذا الموتور هيا جبتيها لمراكش دو غيغ نقول لك هاد الطوموبيله كيفاش طرا ليا كيفاش طرا لي ستوار ديالها شريتها من مراكش شحال شريتها بمليون ونص تبارك الله غزاله وربيتها على يديا ما كانتش قدك فاسك دابا لا درتها انا ديال السير بس تعرف بانني كنت بغيت الطوموبيل والله وهذه حلوه الطوموبيله هذه درتها باش نركب فيها امي وحق الله باش نهزها حيت فهمتي ملي مشى انا وياها نديها لوريكا نديها ولا حيت هذه راه الوالده ديالك درتي لها هذه راه هذه السوا تركب حتى سوا هي لا لا والله الا مريحه بصح معايا الناس اللور والله الا زعما كتجي الصالونات وبيت حمام كوزينه الشبكات البوطه كون عرفنا بانك تبارك الله كتغني جميع الالوان دابا بغينا نعطيوك ميكرو وغادي نطلقوا لك سته ديال المقاطع موسيقيه وامبروفيزي عليهم كما بغيتي وكي دايرين هادو في الزقاقع شويه غادي نخطيط اسحب من في جيلي ديال الخدي باب تلخو لي شي في متفقين ملي في الشفرجلي مرحبا الله يبارك فيك متفقين الله يحفظك مريا ميكرو شكرا 3 2 1 توب ليلى ولا فكري وانا غنبي اخو يا رسول هكذا وش لابس الحمد لله نمشي بخير الله يحفظك انت انت راسي اما فراسك جيني وكاوي فيك الله ما عارفيني الحقيقه يا اخي يا رسول عند الوالدة وعمرت البوطة وعمرت البوطة وزيتها وزيتها الحلول والله يا فرسيد واش عندك شي الفريان تفرا الله يبارك فيك اخويا رشيد كي داير اخويا رشيد دابا واش هادي ما قالها ديال 1946 سقير مخير نسوج غراري سقار النسيح ايه تستاق نفتاه اه تستيد زكاف ايه لسان زكاف زكاف واش اخويا لاباس عليك يا ويلا عاصر غيزي ناس السبت غادي تكون يس لعب معنا ماتش الكورة دخل الدار هزينا البناية حطت لي ستة فريال كنت اللوبيا واش انا نخلص ولا خويا الصغير مشيت نقلب على بنادم شوف رشيد خوك انا خديو انا ملاقينا ننتظرك انا في يوم القيعة صافي سلام برافو ايكو ماري اختي ماري اختي ماري اختي شكرا ماريا ايكو وي ايكو العزيز رشيد الغالي دابا معنا واحد الفقره سميتها خلي كومونتير غنعطيوك دي فوتو ودي فيديو خصك تخلي عليهم كومونتير متفقين شنو تقدر تقول لكم كومونتير لا شرفونا ونتمنى ان شاء الله نكونوا في المستوى ديالهم ان شاء الله الا قدرت من على القدر دوزيام فوتو حنا هما هادو السبوعه هادو هما السبوعه هادو هما اللي كيقولوا عليهم السبوعه دير بصح حنا اللي فرحنا البلاد وزينا الدر طرابو برا البلاد شنو ممكن تقول على داك هذاك فيه الدم تاع المغربي ياك لانه سي كنت تيغوط كيفاش تيغوط
كيفاش حنا هما السبوع الحر لا لا اي واحد حيت تشوف يمين انا بعدا ملي تنشوف الرايه صافي تندوخ غزال ملي تجي دير هادشي على بلادنا راه غزال اش ممكن تقول على هادو هذاك تخيل راس قدامي تخيل راسو منتوج دار راسو في الصفيرة سمعت واحد القضية في مراكش شي مرة قال لك فرضوا على مراكشيين الكاسك وداروا الكرة ديال السينري قسموا على جوج وداروا هذاك الشيء عادي يجي في القضية وجلس ليك من هنايا ايكو وصلنا لواحد الفقرة صعيبة شي شوية فقرة ديال الصراحة وبغيتك تكون صريح معايا دابا متفقين صافي مشات ايكو السؤال الأول اللي غنقول لك لمن ممكن تقول الله ياخذ فيك الحق إبليس لا حنا كنهضروا على شي واحد دار فيك شي نهار شي حاجة ولا شي حد كل شيء مسامح والله العظيم اي واحد دار فيه شي حاجه الله يسامح لنا اللي هو اخيرا مسامحه واش الشهره ديالك فايت دارت لك مشكل شي نهار فهموها انني تنتكبر على راسي انني ما تنطواش تبدلت على صحابي ما عمرني تبدلت على صحابي شكون اللي قال لك هاد الهضره صحابي نيت ايكو واش فايت لك عطيتي رشوة بصراحة بصراحة ما 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 الحمد لله قال الأغراض تقضاو برضات الوالدين إيكو واش كانت عندك شي بلية هو هادشي اللي تندير صراحة إيكو قلت لك هو هادشي اللي تندير إيكو كن معنا صريح والله ما تنشرب ما تنكمي ما حتى حاجة هو الموسيقى البلية الوحيدة اللي عندي هي الموسيقى واش عمر ايكو دخل الكوميسارية كمتهم في شي حاجة دخلت متهم لا علاش مشيت للكوميسارية ايه بعد شو قاجمعوني مع التهم صراحة نقولها لك علاش تهم ما عرفت شي حاجة طرات هذا ودونا كاملين مشيت شاهد وما شاهد وما غير داوني وصافي ومشيت وضحكت وحق الله العظيم واحد النهار كنت نعاود ثاني بصراحة كنت نهضر مع واحد البنت تنقرا انا وياها وبغيت نوصلها لدارهم وتا تنشطها فيه كنتي باغي توصل لدارهم ونقول يبقى معايا الصراحه انا ضحكت يلاه والله الا انا راه قلت لك انسان تنعرف راسي بيني وبين الله بغيت نصلات كنا درنا واحد النشاط وبغيت نديها للدار ودزنا كنتي باغي دير النشاط تقول يا بصراحه بغيت نوصلها حيت كل شيء مشى وانا كنت ديك الساعه دوزنا واحد الحفل وداك الشيء خصني نديها حفل مدراسي باش ما تمشي غلط شحال كان عندك من عام؟ شي 17 عام ما عندي كاع حتى لا كارت ناسيون وقفوكم فينا بلاصه؟ في الشارع شويه ملي مضايق مظلم لا مزيان نقول لك فين؟ حدا ما بين باب جديد وهذا كاين تيقولوا ليه شارع الحب ايكو والله العظيم وانا ما كاينش منين ندوز باش ندوز على الباب دكاله مشكله لا ولكن ايكو اسمح لي شدوك البوليس في شارع الحب وكتقول لي غير زميله ديالي كيفاش انا راه تنقول لك الحقيقه اش دوزك انت من شارع الحب اصلا ما كاينش منين تدوز تدوز من شارع المشاكل تدوز من شارع الحب انا نقول الحقيقه ايكو نتمنى تكون كنتي معنا صريح بصح وما كذبتيش علينا لان البوبليك تيتفرج فيك وانا تنقول الصراحه وما يبغيش شي حد يشوف كيقول ايكو شفت عليه هذه القضيه وكذب فيها لا ما كاينش كذوب وكنا تنغلطوا دابا وصلنا لاصعب مرحله في البرنامج قول هي وهذيك اللي دازت قبيله لا هذيك هي تنمهدوا لك من الدبز دابا المرحله هي مرحله ديال التحدي غنعطيوك واحد التحدي وخصك ديرو على قبل الجمهور ديالك على قبل الجمهور على قبل الجمهور ياك على قبل شي حاجه اخرى سير على الله شكرا ماريا ايكو ايكو قلبك شي ضروب ايكو هنا عندنا واحد التحدي الدور ديالك هو انك دير تحدي
كما قلتي على قبل الجمهور ولا نتليهم وتكتشف ما تموتش ان شاء الله انت ما كتموت هذه جبريك شي حاجه عندها علاقه بك انت واللي كتعرفها مزيان نشوفوا التحدي صافي رشيد وي 3-2-1 تفضل ولكن قبل غادي نخليك تعرف على التحدي حالا التحدي ديالك اليوم هو انه خاصك تاخذ الاله الموسيقيه اللي قدامك وتشطح بها الحنش ورد البال داك الحنش راسو قاصح ماشي بحال هادوك ديال جامع الفنا هذا راه راسو قاصح تقدر كنت تعرفهم تفضل عليكم جبد الله يا خويا الى حرك لسانه بالله سوقك شغلك هذاك انا لا ايكو وما تصعبني التميكا شوف ايكو ما عندناش وقت بزاف التحدي خصك ديرو غتحيد الزماره من تما وغتجبدها وخويا في الارض تحو لا لا خصك تقيسو هو وتجبد الزماره صديق العزيز ديالك اخويا راه فري هذا انت شوف انت ما تخافون تقعد تقعد لا لا يتمضح والله العظيم الإنسان خصو يكون تحدي كون شجاع كون شجاع إيكو أنا تفلقات على إيكو لا لا يتمضح والله العظيم إيكو داخرة داخرة راه صربي لا هو ما تعداش عليه عاوتاني ما قلتوش بغا يخلو راسو هو طبيعي أنا طفال كاع لأخي إيكو طفال ديال الحيوانات أخويا بشوية هذا حيوان فين هذا فين طلع الشريف احنا راه نواف فينا شي جبهة الله يهديك انت شوف سلام على العيدة بسم الله برافو اطلق مرض وكيس تكون معنا راجل صحيح ولا تريكو يا راسك ستات يا رجل انت مواصل دي سنين هذا ما خصك تشطحو جلسوا هنا وخصك تشطحو بزمار يا البار يا شكرا اش تسمع وكيف الشرقي ولا الشعبي بغيت هادير مقلوبه ربما هكا انا معود في كلارين تاع اذا واش ندير لك سفره كنت تفضل غني لي شي حاجه دير لي الملحون لا لا جسم عرفتي في الاول صحابنا هنا واش صحابو واش ما شافري يكون شفتك تترعد اخويا لا ها لا لا والله الا شفتك تترعد ونعاس انا ضايع انا ضايع يلا سير هو قول لي اي اي طاب لي ولا الى شدونا في البراز تاع ضربيه دير لي الشعبي هو راه مغربي هذا والغالب الله والهام جاد ولا راه عليك اللي طردوه بالحقيقه اللي تقول الصراحه ايكو تبارك الله عليك تبارك الله عليك والو 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 ايكو غادي نخليك بحال هكا واحد تهلا في راسك بزاف شكرا لك خطا رشيد الله يحفظك القناه الثانيه اللي عرضت علينا بعد اسميتو شكرا للجمهور الحاضر معنا الجمهور اللي تابعنا سواء خارج المغرب داخل المغرب شكرا عليك